كريم، انا كنت قريت لك راي قبل كده شبه ده، انه موسيماني في المباريات الكبيره بيشتغل تكتيك بشكل كويس جدا، بيعمل شغل عظيم جدا، في المباريات اللي اقل شويه ممكن يحصل بعض الخلل. عنده مشكله السنه اللي فاتت طبعا، هو كان لسه بيتعرف على ماتشات الدوري، انت فاهم. خلينا اقتبس المقوله العظيمه لكابتن فاروق جعفر، الدوري غير الدوري يا كابتن. وفعلا ماتشات الدوري ليها سيستم وليها كيمستري معين، ليها كيمياء معينه ما ينفعش تلعب بيها بنفس الطريقه تلعب بيها في افريقيا. بيتسو موسيماني السنه اللي فاتت مثلا خسر الدوري رغم ان هو تفوق على نادي الزمالك البطل الدوري وخد منه 4 نقاط. نادي الاهلي خسر اكتر عدد من النقاط قدام الجونه، خسر 4 نقاط، قدام البنك الاهلي خسر 4 نقاط، قدام النادي الاسماعيلي خسر نقطتين، قدام المحله خسر 3 نقاط. وضع طبعا في الادوار الثاني ان انا ما اقدرش اغفل الاخطاء التحكيميه الكارثيه الفجه اللي كانت موجوده. وبالتالي بيتسو موسيماني اتعلم، حتى له تصريح شهير بعد اخر مباراه في الدوري لما قال انا بدات افهم ماتشات الدوري بتتلعب ازاي. هو كان عنده ازمه مثلا ماتش الجونه، ايه العامل المشترك ما بينه وماتشين البنك الاهلي؟ النادي الاهلي الماتش الاول طبعا كان فيه هدف ما اتحسبش ايمن اشرف، الدور الثاني الاهلي متقدم 1-0 وهو على طول كان يعمل حركه، كان تغييره غريبه شويه، يسحب هو يبدا الماتش ب 4-2-3-1 وهوب اول ما يتقدم بهدف وتبدا الدقيقه تيجي 60 او 65 يسحب واحد من الرباعي الامامي وينزل لاعب ارتكاز ثالث، وبالتالي هنا بيسيب الكوره وبيدي المنافس المساحه ان هو يهاجم. وطبعا حتى لو شفنا نفتكر كده نعمل فلاش باك، هدف الجون التعادل لمحمد نجيب كره ثابته، هدف التعادل للبنك الاهلي كره عرضيه، هدف الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف كره عرضيه. وبالتالي كل المنافسين اللي بيلعبوا قدامك دول مش فرق يعني كلاس ايه، حتى دي فرق كل ما هي بتعتقد النادي الاهلي بيدافع قدامها هوب هجري على الطرف وارمي الكره العرضيه. فايه الدرس المستفاد؟ اوعى تلعب قلقان او تدي حذر زايد على اللزوم لنوعيه الفرقه دي. والدليل السنه دي انا كتبت قلت اي فريق هيلعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي اقل سكور هيشيله 4. تعالى كده نعمل فلاش باك ونفتكر الموسم ده، النادي الاسماعيلي في الاسبوع الاول لعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. نادي سموحه لعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. نادي مصر المقاصه لعب هاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. اخيرا نادي فاركو لعب بهاي لاين ديفنس بخماسي مش برباعي، بخماسي في الخلف خسر 4-0. مش طبعا مش هستشهد بماتش الهلال السعودي لانه كان له طبعا يعني ظروف خاصه.